بعد هذا نتكلم عن الفاغية. الفاغية هي عبارة عن ظهر الرمان، ومما ذكر في شعب الإيمان مرفوعا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: سيد الرايحين في الدنيا والآخرة الفاغية، اللي هي ظهر الرمان. وكلمة سيد الرايحين يعني له رائحة طيبة. الحديث رواه البيهقي في الفردوس، وعزاه إلى السيوطي، وعزاه إلى الطبراني، ولأبي نعيم في الطب النبوي. وكوننا أننا نتكلم عن الفاغية وهي ظهر الرمان، فظهر الرمان له رائحة محببة، وهذه الرائحة الحقيقة يعني بترد على الإنسان نفسه وترد عليه روحه. ولذلك من المهم بمكان أن احنا يعني كوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنها أنها سيدة الرايحين في الدنيا والآخرة، وقال عن هذه الفاغية اللي هي ظهر الرمان، فوجد أن هناك عجينة بتعمل من ظهر الرمان، وبيركزوا هذه العجينة زي عجائن الياسمين، وبتباع لفرنسا بأثمان غالية تماما، لأن رائحة ظهر الرمان هي رائحة مخصوصة، ولذلك يعني تعتبر من أغلى الروائح اللي بتبيعها فرنسا. وفيها ميزة كبيرة جدا، إن قدرتها على البقاء على جلد الإنسان أو على ثياب الإنسان بتصل إلى أكثر من 24 ساعة، وكلما غسلت بالماء كلما زاد ريحها وزاد عطرها. ولذلك الكميات المتاحة من ظهر الرمان بتبقى كميات قليلة، ولذلك غالي جدا هذا العطر. ومن المعروف أن الفرنسويين بيفضلوه تفضيل كبير جدا وبيشتروه، ويعتبر أغلى رائحة وأغلى عطور وأغلى برفان في السوق الفرنسي هو الناتج من الفاغية. ومن الغريب أنهم يسموه بهذه الاسم باللغة الفرنسية لأسباب، لأن اللغة العربية هي اللغة الأم التي دخلت كلماتها في جميع اللغات. فمثلا أقل لغة في العالم هي مثلا، هتجد أن اللغة مثلا الألمانية فيها 17% من اللغات العربية، ولذلك هم يسموه الفاغية. وكلمة الفاغية زي ما احنا قلنا كما قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: سيدة الرايحين في الدنيا وفي الآخرة. وفي هذا إشارة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان يحب الطيب، حب بلية من دنياكم النساء والطيب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا. والغريب إن احنا نجد إن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما يتبع حاليا. ولذلك مثلا هتجد إن في بعض الروائح في فرنسا بتصل إلى 150 دولار، عطر الفاغية بيصل إلى 250 دولار، والمركزات منه بتتباع بتصل إلى 500 دولار أو ما يعادل 500 يورو الأوروبي. وبهذا يصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يدلنا على هذا. ولذلك في ناس كثير جدا واخدين هذا الأمر كتجارة رابحة، أثناء تزهير الرمان بيغدو الزهور التي تتساقط ويغدوها وهي طازجة، ويعملوا منها العجينة اللي بيبعوها لفرنسا. ومن الغريب أن هذه العطور ما بتنزلش إلى الدول العربية لأنها غالية الثمن، والمركزات منها غالية جدا. ويعني الحقيقة الواحد لابد أن يقول صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله عندما
تقول على الشيء ونجد أنه حقيقة لأنك لا تنطق عن الهوى، ولأنك صلى الله عليك وسلم تقول الحق دائما وتهدينا إلى صراط السبيل. وفي هذا الحقيقة كثير جدا، لما أنا كنت في فرنسا وكنت بتفرج على الروائح فلقيت الريحة دي غالية جدا، فعندما أجربها وضعت جزء منها على يدي واستغربت استغراب كبير جدا إن هي لتاني يوم موجودة وكل يسأل رائحة من هذه وإيه هي الريحة دي واسمها إيه. وبعدين نجد أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يورد هذا الحديث، وهو لا يقول لنا أنها رائحة الدنيا فقط ولكنها رائحة الآخرة.